بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الملف إن شاء الله اللي إحنا نزلناه على جروب التليجرام الخاص بالمحتوى الخاص إمبارح، واللي معاد الفيديو بتاعه والحل النهاردة. تسمع كده الفيديو زي الشاطر 107 جملة وتحلهم وتحللهم، وبعدين تسمع الفيديو إن شاء الله رب العالمين وتشوف أنت عندك إيه خطأ وإيه صح، ولو عندك أي أسئلة فيها استفسارات تعمل سكرين شوت للسؤال وتنزله لي على الجروب تليجرام، وانا هرد عليك بفويس، وان شاء الله رب العالمين نخلصهم كلهم ونكون فاهمينهم. ال 107 جمله دول يعني انت كده حضرتك معاك الجمل الخاصه بالمضارع التام كلية، ما اعتقدش ان فكره هتعدي من دول. طيب ده معناها ان الامتحان اللي انا هعمله على المضارع التام مش هيكون فيه افكار صعبه غير دول؟ لا طبعا هيكون فيه افكار غير دول، طبيعي ان انا هجيب لك افكار غير اللي انت خدتها عشان ايه، امكنك من الدنيا. انتظروا ان شاء الله زي ما اتفقنا في ميعاد المعلن في الجدول اللي انا هنزله لكم برده دلوقتي قدامكم، هيكون في امتحان الكتروني على المضارع التام زي ما عملنا على ضمائر الوصل وزي ما عملنا امتحان قبل كده. فلازم الامتحان على كل قاعده ناخدها، وكل قاعده هناخدها هننزل فيديو شرح، وبننزل بعدها مباشره ملفات اسئله بتاعت السنه اللي فاتت وملفات اسئله جديده السنه دي زي الملف ده كده. اتمنى لكم التوفيق، وتعالوا بقى ندخل على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ان شاء الله رب العالمين النهارده 23/8 زي ما اتفقنا احنا ماشيين في الجدول اللي نزلته على جروب التليجرام الخاص بالمحتوى الخاص، وميعادنا النهارده يوم 23/8/2021، ميعادنا مع اسئله المضارع التام. زي ما قلنا هنشتغل في الحاجات دي كده لحد ما الكتاب ينزل، بحيث نخلص معظم القواعد والرايتنج والبونكتويشن، الحاجات اللي هي من بره المنهج دي، لحد ما الدنيا تظبط كده والكتاب ينزل. لما الكتاب ينزل هنكون غطينا معظم القواعد، وبكده يبقى حضرتك مرتاح من قدر كبير جدا من المنهج. تعال نحل مع بعض في اول سؤال. اول واحده بيقول لي هيل اي ماي واليت هاو كان اي جيت هوم. بدايه الجمله دي لما نحب نترجمها فانت عايز تقول لي ساعدوني يا جماعه، انا فقدت محفظتي، كيف استطيع ان اصل للمنزل. لو انت مشيت بالترجمه بس فانت ما ينفعش تستخدم كلمه لوز لانه معناها يفقد، وما ينفعش نستخدم ام لوزنج لان ده مضارع مستمر، فانت هتفكر في كلمه لوست وهاف لوست. كون الجمله اللي قدام سيادتك دي مضارع، الراجل بيستغيث بيقول لك ساعدوني يا جماعه، معنى كده ان هو فقد المحفظه في المضارع، والا لو كان فقدها امبارح ليه هيجي النهارده يصوت؟ فمعنى ان هو بيصوت دلوقتي ويقول لك ساعدوني يا جماعه انا فقدت المحفظه، وبعدين قال لك هاو كان، يعني الجمله مضارع، فبالتالي هنستخدم مضارع تام. وعايزك تاكد على فكره كده ان المضارع التام ده اسمه مضارع تام، هو اسمه كده مضارع تام، لكن احنا بنترجمه على ان هو زمن ماضي، فبنقول اي هاف لوست، يعني انا فقدت حافظتي. طيب الجمله الثانيه بيقول لك last night I my keys I had to call my neighbor to let me in. لاحظ ان اقول لك هنا في الجمله last night، يعني من اول الجمله كده بيقول لك الجمله زمانها ماضي، وما دام ماضي فانت عايز ماضي بسيط يعني اللي هو lost. طيب الجمله اللي بعد كده they not in Luxor since كذا. عايزك تفهم معايا الكلمتين اللي هقولهم لك دول سريعا، هنطلع بس على السبوره لحظه. تركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دول عشان كلمتين مهمين جدا. اول كلمه معانا يا شباب رقم واحد، عايزك تعرف ان لما تجي لي ان مثلا زائد سنه ماضيه زي سنه 2003 مثلا اعرف ان ده ماضي بسيط. طيب لما نستخدم سينس وبعدها 2003 2003 دي نعرف ان هي مضارع تام. طب لو انت قلت لي باي وبعدها زمن ماضي فتعرف ان ده ماضي تام. طب لو انت قلت لي باي وبعدها مستقبل زي 2000 مثلا 25 يبقى ده مستقبل تام. لازم الكلام ده يكون محفوظ وفي ذهنك محفور، لازم تبقى عارفه. طيب تعال نرجع لامتحاننا وسؤالنا تاني. السؤال بيقول لك زي نوت لوكسور سينس، والله انت جايب لي سينس وبعدها 2015 يعني سينس وبعدها زمن ماضي، وقلت لي هنا لما يكون مع سيادتك في الجمله سينس وبعدين زمن ماضي فحضرتك تستخدم مضارع تام، يعني انا محتاج دلوقتي هنا استخدم مضارع تام. المضارع التام هنا اللي هو مين يا ترى؟ تعال نشوف. المضارع التام اللي هي هاف ليفد الاولى دي. اربعه بيقول لك اي نوت باريس 3 تايمز ذس يير. عايزك تعرف دي كويس، اللي هكتبها لك دي برده ملحوظه مهمه، في ملحوظات كتير هنكتبها كده في الورقه دي، يا ريتك تعمل سكرين شوت اول باول. بيقول لك في حاله ذكر عدد مرات القيام بالشيء نستخدم المضارع التام. لما نيجي نذكر عدد مرات القيام بالشيء نستخدم مضارع تام. فهنا في الجمله بيقول لك انا باريس 3 تايمز ثلاث مرات هذا العام، يبقى ده مضارع تام، فهنقول هاف فيزيتد. طيب ليه ما ينفعش هاب انفستنج؟ يعني برضه اقنعني كده، ليه ما ينفعش نستخدم مضارع تام مستمر مع المرات القيام بالشيء؟ لو انت قلت لي اي هاف فيزيتد 3 كانتريز مثلا، دي معناها ان انا زرت 3 دول، الجمله سليمه. ليه؟ لانك انت استخدمت مضارع تام مع مرات القيام بالشيء. طب افرض يا مستر انا قلت لك اي هاف بين فيزيتنج 3 كانتريز مثلا this year او من غير this year. افرض انك قلتها لي كده بالمنظر ده، لو
بي انفستنج ده اسمه يا شباب مضارع تام مستمر. كده غلط. طب ليه غلط؟ اصل حضرتك ده معناها انك انت بتعمل الحاجه دي ومستمر فيها. ازاي زرت دوله واثنين وثلاثه في نفس الوقت؟ يعني انت مثلا ازاي رحت مصر والهند والسودان مثلا في نفس اللحظه؟ فما ينفعش. ده معناه انك انت قطعت نفسك في ثلاث دول في نفس التوقيت، فده غلط. عشان كده احنا بنستخدم مع فكر عدد المرات القيام بالشيء بنستخدم مضارع تام. ما ينفعش تقول لي I have been drinking 3 cups of coffee. ما ينفعش تقول لي مثلا ان انا كنت بشرب 3 كوبايات قهوه وتستخدم مضارع تام مستمر، لان ده معناه انك تشرب شفته من هنا وشفته من هنا وشفته من هنا، وده مش منطق. الطبيعي انك بتستخدم مضارع تام مع عدد مرات القيام بالشيء. وبالتالي احنا هنا في الجمله دي خدنا مضارع تام. طيب رقم 5 last year، يبقى ده ماضي بسيط. I Paris with my family. last year ماضي بسيط يبقى visited. you look pale. افهم مني كده عشان عايزك تحس القاعده دي بقلبك، عشان القاعده فيها حاجات كده رخمه. بيقول لك you look pale، تبدو شاحبا. انت مخطوف لي كده يا ابني. نقط to you المفروض نقول has anything. طب ليه has anything؟ لا طب ليه مش دي؟ will anything happen؟ انت تبدو شاحبا، هل سوف يحدث لك شيئا؟ بتنجم؟ ما ينفعش. was anything happening؟ دي ماضي. ازاي ماضي وانت بتقول لي شكلك شاحب دلوقتي؟ ما لو حصلت في الماضي كان زمان شكلك هيبقى شاحب في الماضي والموضوع انتهى. فعشان كده بقول لك انت ليه شاحب الوجه؟ هل حدث لك شيء؟ مضارع تام اهو. I can't phone my parents because I my phone. انا مش عارف اكلم والداي لان انا فقدت هاتفي. والله كانت مضارع وانت عايز تقول فقدت، فهتستخدم مضارع تام هاف لوست. طب يعني يا مستر ده معناها ان كل ما الاقي جمله في النص فيها بيكوز وقبلها مضارع يبقى انا استخدم مضارع تام؟ هقول لك يا حبيبي الموضوع مش بالكيلو، الموضوع عايز ترجمه. يعني ايه بقى؟ انت ممكن تقول لي I can't call my dad، مش عارف اكلم بابايا because I not my car. يا ترى هتقول I have fixed ولا I am fixing مفاتيح دلوقتي؟ وبتقول لي مش عارف اكلم بابايا، اصل انا صلحت ولا اصلح السيارة؟ اكيد انا بصلح السيارة ومستمر فمشغول فمش عارف اكلم بابايا. حلو الكلام؟ طيب انا عايزك تفهم كده ان مش معنى ان كلمه بيكوز في الجمله فناخد قبلها مضارع ولازم بعدها مضارع ترجم يا عم الحاج. ثانيا برضه عايزك تفهم حته ثانيه، انت لو قلت لي I can't visit you، مش هينفع ازورك. I not my car. وجمله ثانيه I can't visit you. I not my car yesterday. yesterday. لاحظ انا عايزك تستخدم كلمه لوز هنا اللي معناها يفقد، عايزين نستخدم لوز ولوست وهاف لوست وكده. انت بتقول لي اي كانت فيزيت يو، انا مش هينفع ازورك اصل انا سيارتي، فهتقول اي هاف لوست ماي كار، ضيعت العربيه. واستخدمنا مضارع تام لان الجمله اصلا كلها موقف في المضارع، مش عارف ازورك اصل العربيه بتاعتي ضاعت النهارده فانا بدور عليها. لكن لو انا قلت لك اي كانت فيزيت يو، معلش مش عارف ازورك النهارده اصل اي لوست ماي كار يسترداي، اصل انا امبارح ضيعت العربيه. فانت خدت هنا لوست ماضي بسيط لان في يسترداي. طيب نرجع لموضوعنا في الجمله دي، وعارف احنا مش هنطول النفس اكتر من اللازم عشان ما تملوش لانهم 100 وحاجه جمله. طيب رقم 8 نورز يانجر سيستر هاز ستاديد ذا باست تنس، ذاكرت او درست الماضي الزمن الماضي البسيط يعني، ولكنها لم تدرس المضارع بعد. والله جمله منفيه فناخد يت في اخر الجمله. My uncle have lived abroad 5 years. 5 years لمده 5 سنوات. لما يجي لك المده لاستغراق الحدث ناخد 4 يبقى 4 5 years. طيب have you not tried؟ انت عارف ان انت بتقول هل جربت؟ جربه دي معلومه مثبت ولا منفي؟ اسمع مني الكلمتين دول، مش قادر على نفسي معلش. انت بتقول هل جربت؟ عايزك تقول لي هل زرت؟ هل اكلت؟ هل شربت؟ عايزك تفهم انك لما تيجي تسال واحد تقول له هل فعلت؟ نقول له have you done it؟ لاحظ ان انا ليه استخدمت ايفر ما استخدمتش نيفر؟ لان بيقول لك هل فعلت؟ فيرد عليك يقول لك I have not done it. يا ترى هيقول لك I have ever ولا I have never؟ احكم انت بعقلك يا عم. انت بتقول لي هل انت فعلت ذلك الشيء؟ فهو اللي يقول، هو يرد عليك يقول لك انا لم افعل. لم افعل دي نفي، يبقى تستخدم نيفر على طول. فعايز تفهم نيفر بنستخدمها في حاله النفي وايفر في حاله الاثبات. طيب يعني ايه؟ مش معنى ان في حاله النفي وفي حاله الاثبات، بمعنى ان انت بتقول لي انا لم افعل، لم دي منفيه فناخد مين؟ نيفر. وانتبه لفكره كمان، انك بتقول لي اي هاف نيفر، عايزك تعرف ان دي بتساوي اي هافنت، بتساوي اي هافنت
اختار ايفر ولا نيفر؟ لا نختار ايفر. طب ليه ما نختارش نيفر هنا ونقول اي هافنت نيفر؟ ما اصل نيفر نفي، لو انت هتستخدم نيفر تبقى نفي وهافنت نفي برضه، فنفيهم ورا بعض ما ينفعش. عايز تعرف ان الثلاثه دول بيساوي بعضهم، اي هاف نيفر بتساوي اي هافنت، يعني مثلا اي هاف نيفر بلايد، اي هافنت ايفر بلايد. طيب نرجع لموضوعنا، بقول لك هنا في الجمله دي رقم 11 بقول لك ات از تو، لا ما حليناش الاول 10، هاف يو نوت قلنا هاف يو ايفر طبعا اتفقنا عليها. 11 اتس تو ويكس سينس، انت عارف ان اتس مده زمنيه، سينس ماضي بسيط يبقى سينس وي لاست ميت. غير كده يا عم انت عارف ان كلمه لاست كلمه دالها على ماضي بسيط. This is the most interesting book، اسمع مني كده، ده اكتر كتاب شيق انا قراته. قراته ولا لم تقراه؟ لا قراته، يعني معنى كده مثبت ولا منفي؟ لا مثبت، يبقى ناخد ايفر على طول. او اي نوت ماي باسبورت، ايه ده انا ضيعت الجواز السفر بتاعي، وات شود اي دو، ماذا يجب ان افعل؟ الموقف ده واحد واقف قدامك وعمال يفتش في نفسه يقول لك ايه ده جواز السفر ضاع، يعني موقف مضارع، يبقى اي هاف لوست. مستر تامر ا لوت اوف هيلث بروبلمز سينس، والله سينس بيجي قبلها مضارع تام، يبقى هاف هاز هاد. نور هازنت كونتاكتد مي سينس شي، لسه بنحكي في الموضوع ده، سينس قبلها مضارع تام يبقى بعدها ماضي نستخدم ايه؟ ليفت. شي نوت ان لندن وين شي ووز ا تشايلد، اسمع مني بقى عايزك تفهم الحته دي عشان دي مهمه جدا جدا جدا. عايزك تعرف ان لما يكون معاك في نص الجمله كلمه سينس، لما يكون معاك في نص الجمله سينس او وين، لما يكون معاك وين فاللي قبلها ماضي واللي بعدها ماضي. طب لو معاك سينس فاللي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. اديني مثال. بص يا سيدي، ممكن تقول لي اي هاف ليفت ايجيبت since you came. لاحظ ان كلمه since قبلها مضارع تام فاللي بعدها ماضي بسيط، مضارع تام فاللي بعدها ماضي بسيط. طب لو انت جبت لي when، لو جبت لي ماضي بسيط وماضي بسيط فانت عايز when. طب ما تيجي نشوف الجمله كده، بيقول لك في الجمله دي she not London when، ادي when وبعدها ماضي بسيط، فانت عايز قبلها برضو ماضي بسيط. الماضي البسيط اللي هو مين؟ اللي هي لب. يعني هي عاشت في لندن لما كان عندها او لما كانت طفله. شي نوت ان لندن سينس، ادي سينس قدامك، اللي بعد سينس ماضي بسيط فاللي قبلها لازم يكون مضارع تام طبيعي، فهاز ليفت. ات ذا ويكند زي نوت فوتبول زين كذا. خد الحته دي برده، يا ريت تسجل الملاحظات دي لان الملاحظات دي من ذهب، الملف ده ما اخترتوش كده من فراغ لانه مغطي الدنيا كلها. عايزك تعرف ان كلمه اند وكلمه فيرست وكلمه زين دايما بعدهم وقبلهم نفس الزمن. فلما تقول لي first I ate، اول حاجه عملتها اكلت، then I slept ولا sleep ولا had slept؟ لا slept، لان ده ماضي بسيط وهنا برضو ate ماضي بسيط. طيب تعالى جملتك، انت في الجمله بتقول لي at the weekend they know at football then they went، يعني انت جايب then وبعدها ماضي بسيط فعايز قبلها ماضي بسيط، يبقى played. You can't talk to طارق because، مش هينفع تكلم طارق اصل هو خرج، خرج مضارع ماضي صح، فانت عايز تستخدم هنا مضارع تام has just gone. طب يا مستر هو كل ما الاقي هنا because وقبلها مضارع اختار بعدها مضارع تام، هقول لك لازم تترجم يا فندم. انت هنا بتقول لي هو انت لا يمكنك ان تكلم طارق الان لانه خرج، والجمله كده مضارع لانك بتقول لي دلوقتي وكده، فمعنى كده انت تاخد مضارع تام. طيب افرض الجمله فيها حاجه غير كده، مثلا لو بقول لك مثلا في الجمله على سبيل المثال بقول لك you can't talk to طارق، مش هينفع تكلم طارق because he not a shower. يا ترى هنقول has had ولا is having؟ طب ما نترجم عشان نعرف الراجل ده بيحكي في ايه. انت بتقول لي معلش انت مش هينفع تكلم طارق دلوقتي اصل هو بياخد شاور ولا خد شاور؟ لو هو عايزك تقول اخذ شاور هناخد مضارع تام، طب بياخد شاور يبقى ناخد مضارع مستمر وهو ده الصح. طيب هو ينفع نستخدم هاف في المستمر؟ ما هنا معناها ياخذ مش معناها يمتلك. طب ليه ما ناخدش مضارع؟ قلت لي انت مش هينفع تكلم طارق اصل خد شاور، ما دام خد شاور وفاضي ليه ما يكلمنيش؟ طيب طيب الجمله اللي بعد كده اللي هي رقم 20 بقول لك نور از نيرفس بيكوز، نور دلوقتي زعلانه اصل هي عمرها ما اتكلمت، يبقى هنا مضارع تام عشان هنا از مضارع، فانت عايز مضارع تام يبقى هاز نيفر جيفن. لاحظ انك بتجيب هاف وهاز وبعدين نيفر وبعدين بص تبقى تسوي، الترتيب لازم يبقى صحيح. هي نوت اول his، طبعا دي المفروض تبقى his homework so he can relax this evening. لاحظ ان this evening وكان مضارع ومضارع فانت عايز مضارع تام يبقى has done. I maha for 3 years، انا عارف maha بقالي 3 سنين. We still meet once a month، وما زلنا بنتقابل مع بعضنا كل شويه، يبقى ده مضارع تام يبقى have known الاولانيه.
طيب they not all the new words they needn't worry about the test. هم لم يعد مش المفروض يقلقوا، لا يجب أن يقلقوا بشأن الامتحان، لأنهم ذاكروا، ذاكروا أو تعلموا، يبقى تاخد مضارع تام. طب ليه ما ناخدش ار ليرنينج، ده مضارع مستمر معناها يتعلمون. طب ليرن ماضي بسيط، ما هو ده معناها انه اتعلموا في الماضي. الامتحان بتاع النهارده، امتحان النهارده يعني مضارع، فتاخد مضارع. My cousin abroad since his childhood. والله since بعدها ماضي بسيط او بعدها اسم، المهم ان لازم يكون قبلها مضارع تام، يبقى has left. Mr. Tamer is not here. المستر تامر مش موجود، يعني معنى كده ان هو ذهب ولم يعد، يبقى has gone. طب ليه مش has been؟ has been معناها ذهب وعاد وهو موجود معانا. طب بعد كده we haven't traveled by train years. بص انت عارف، عايز تفهم دي، لما تيجي قدامك كلمه years days months ويكس، الناس دي كلها باخد معاها 4، يبقى انت هتاخد مين 4؟ طب ايه المنطق انك تاخد 4؟ لان 4 بيجي بعدها المده التي استغرقها الحدث، انت هنا المده اللي استغرقها الحدث هنا سنوات. نور كانت بلاي تنس بيكوز شي هير هاند. نور لا تستطيع ان تلعب التنس لانها جرحت يديها. جرح يبقى المفروض نستخدم ماضي صح، بس هنا كانت مضارع، فهنستخدم مضارع تام عشان هو بيترجم ماضي. طيب افرض كانت هنا كودنت يا مستر، يعني افرض مكتوبه الجمله نور كودنت، لو مكتوبه نور يعني معنى كده انه بيحكي لك على موقف حصل امبارح اول امبارح، فلازم يحط الناحيه الثانيه، يكون ماضي يا اما ماضي تام يا اما ماضي بسيط، يا اما هيرت يا اما هاد هيرت. 28 it not very cold today lately but it's just beginning to get warmer. الدنيا كانت برد بس دلوقتي بدات الدنيا تحلو. لاحظ ان it's beginning ده مضارع، معنى كده انك انت عايز هنا مضارع ويترجم ماضي، اللي هو مين؟ اللي هو مضارع تام. مستر تامر is not hungry. المستر تامر ليس جائعا الآن لأنه لسه واكل قريب، يبقى has eaten. She has been to America. راحت أمريكا ورجعت، ما دام has been يبقى ذهب وعاد. ده معناها إن she is still ما زالت هناك، ولا no longer يعني لم تعد هناك. أنت بتقول لي هي راحت أمريكا ورجعت، يعني معنى كده إن هي لم تعد هناك. طب افرض هو بيقول لك مثلا she has gone to America، ده معناها ان she is still there، يعني هي لسه هناك، دي معناها لسه هناك، فhas gone ذهب ولم يعد. طب دي لم يعد هناك يعني ذهب وعاد. 20 years it's اول ما تلمح it's مده زمنيه تروح خبط في النص sense، يبقى sense ماضي بسيط. I haven't seen the new adventure film. والله مضارع تام منفي، يبقى انا عايز في الاخر هنا yet ادييت. نور doesn't know what flying is like. بقول لك نور دي مش عارفه يعني ايه طيران، اصل هي عمرها ما طارت. ده مضارع، فانت عايز هنا مضارع علشان هنترجمه ماضي. انت بتقول لي هي لا تعرف لانها لم تسافر بالطيران، يبقى has never flown. طب ما هي دي مضارع تام، دي معناها سافرت. طب has just flown معناها لسه مسافره حالا بالطياره، فانت بتقول لي هي لم تسافر، فانت عايز نفي يعني never. وهنا ممكن نقول hasn't flown و has never flown و hasn't ever flown. A long time has passed. I saw him. فات فترة وقت طويل فات منذ رأيته. والله مضارع تام وماضي بسيط، فناخد سنس. زي what to do for the holidays yet. مضارع تام منفي yet، يبقى haven't decided. طيب نور not London. He is going to return. سيعود يبقى ذهب ولم يعد، يبقى has gone to. اوعى تختار دي وتجري في الدنيا، لازم تبقى has gone to. نور has been really good at English. نور شاطرة في الإنجليزي أو شاطر في الإنجليزي. He went to England on holiday last year. بص انت بتقول لي نور ذهب او شاطر في الانجليزي لانه سافر الى انجلترا، لانه يعني سنس، انت عارف ان كلمه سنس بتساوي بيكوز، فهي هنا سنس بمعنى لان زيها زي بيكوز. My little brother is sad. اخويا الصغير is sad حزين، لان هو كسر الدميه. كسر المفروض ماضي، فالمفروض نقول بروك، بس مش هناخد بروك برضه. طب ليه؟ لان دي مضارع بيحكي لي عن موقف في المضارع، يبقى المفروض نقول has broken. طبعا دي كلمتين. نور isn't here. نور مش موجودة أو مش موجود، ده معناها إن هو راح مكانه ولم يعد، يبقى has gone to the park. My uncle not to Germany lately. والله مضارع تام lately دي، lately recently، يبقى ده has been. He the piano since. عايز قبلها مضارع تام، يبقى has played. We our old friends for a year. They are to أصدقائنا بقالنا سنة، هم مشغولين جدا، يبقى لم نتحدث إليهم، يبقى haven't met. طيب بعد كده we haven't seen him. لم نراه over a year، بقالنا حوالي سنه، يبقى منذ سنه. طيب خد بالك انت خدت 4 لان المده اللي استغرقها الحدث، يعني هم وحشينك وبقالهم مده سنه. been to Aswan طبعا ده سؤال، يبقى have you ever، يبقى have you ever been to Aswan. هيرد عليك ويقول لك I have never been to Aswan. take your umbrella with you. خد يا عم معاك الشمسيه. it not raining. الدنيا بدات تمطر. take يعني موقف امر في المضارع، يبقى it has started.
She 3 cups of coffee today. هي 3 كوبايات. ذكر لي عدد مرات القيام بالشيء يا مستر، يبقى ناخد مضارع تام اللي هو has drunk. طب ده مضارع تام مستمر، ليه ما ناخدوش؟ لان ده معناها انك بتشرب من كل كوبايه شفته. What's wrong؟ مالك يا عمي زعلان ليه دلوقتي كده في الموقف اللي احنا فيه في المضارع ده؟ فقال لك I want a glass. I have broken. طب ليه have broken؟ لان ده مضارع. ما هو قال لك what is wrong؟ يعني معنى كده لو قال لك wrong فتاخد ماضي. I about the problem for a month. ادي for بتيجي مع المضارع التام. But I haven't found a solution yet. لكنني لم اجد لم اجد حلا بعد، يبقى I have known. انا عارف المشكله بقى لي فتره بس مش عارف حل. My grandparents only not know each other for few months before they got married. بص بقى معايا. طبعا هي كلمه نو دي في الموقف في الجمله دي زياده، غلط المفروض. انت عايز تقول ان بابايا ومامتي عارفين بعضهم بقالهم فور اهو few months before they got married. حاجه هنا كده واكتب ملحوظه قمه الاهميه بالغه الاهميه على راي اخوات اللغه العربيه. عايز تعرف انك لما تلاقي في الجمله كلمه فور ومعاها في نفس الجمله بيفور او فور ومعاها في نفس الجمله وين، فلازم وبعدهم طبعا فعل. تعرف كده وتروح انت ماسك القلم وعامل حسابك ان ده كده تام مستمر. طب يا ترى مضارع تام مستمر ولا ماضي تام مستمر يا مستر؟ ممكن يكون مضارع تام مستمر او ممكن يكون ماضي تام مستمر على حسب الفعل ده. يبقى فعل وماضي تام على حسب الفعل. طب اديني مثال. خد بي I have been living ولا had been living in London. انا عايش في لندن for 2 years when you visited me. القلم بيمسح حروف كده فايه اعمل حسابك فيها. طيب الجمله اللي قدامي دي يا مستر، انت بتقول لي I have been ولا I had been، المهم for 2 years when، ادي معايا for ومعايا when، في بعدهم فعل اللي هو كلمه visited، زمنه ايه ده؟ زمنه ماضي. يبقى حضرتك هتاخد ماضي تام مستمر، يبقى had been living اللي صح لكن ده غلط. طيب بس في هنا شرط. ايه الشرط يا شباب؟ بشرط يكون الفعل اصلا ينفع ياتي او يجي مستمر. زي ايه مثلا؟ ما ينفعش تقول I have been having this car for 2 years when you saw it. الجمله دي كده فيها خطأين. الخطأ الاولاني مين يا ترى؟ ان انت قلت لي هنا for وبعدين when وبعدين جبت لي فعل ماضي، فالمفروض ده يبقى ماضي تام اللي هو ده. يبقى كده اول حاجه المفروض يبقى ماضي مش مضارع. طب ثانيا، هو كلمه هاف يمتلك تيجي في المستمر؟ لا، يبقى دي كده غلط. المفروض نقول اي هاد، والماضي من كلمه هاف اللي هو هاد، اي هاد هاد. تعالى بقى نرجع لجملتنا تاني. بقول لك هنا احنا قلنا فور وبيفور بس كلمه نو يعني يعرف، ما ينفعش تيجي في المستمر، فعشان كده هناخد هاف نون. طب شي از تراينج تو ستوب سموكينج، بتحاول تدخن تبطل تدخين. شي هازنت سموكد ا سنجل سيجرت ا ويك، ما دخنتش ولا سيجاره بقالها اسبوع، يبقى فور ا ويك. I have tried، انا جربت الطعام الصيني بس عمري ما جربت الطعام الفرنسي بعد، يبقى كلمه yet. Nor his arm when he fell، ادي when جاي بعدها ماضي، فانا عايز قبلها ماضي فبروك. Nor her leg so she can't مضارع، فانا عايز انا مضارع تام، يبقى has broken. Sorry I not the bus I'm going to be late، انا هتاخر اصلي انا فاتني القطار، يبقى I have missed. طب ليه ما نقولش missed؟ اصلك لو قلت لي missed يبقى القطار ده فاتك امبارح. ازاي امبارح وتقول لي I am going تبقى في المضارع يعني او مستمر او مستقبل. I haven't seen Mr. Noor، انا لم ارى المستر نور. ايه بقى؟ طبعا recent ملهاش وجود معانا. just ما ينفعش تيجي اخر الجمله، just بعد have فقط. كلمه never لازم تيجي بعد have برضو. اذا الاجابه هنا lately. عايز تاخد بالك ان lately خدناها في الجمله المنفيه. I'm sorry mom isn't here now، انا اسف ماما مش موجوده. ده معنى كده ان هي ذهبت لمكان ولم تعد، اللي هي has gone to، ادي to، يبقى ناخد has gone. طيب we can't go home by bus because the last bus، مش هينفع نروح الباص اللي نروح البيت بالاتوبيس لان اخر اتوبيس غادر. غادر دي المفروض تبقى ماضي بس كلمه can't معناها انه بيحكي لي موقف مضارع، فناخد مضارع تام اللي هي has just left. London for 3 years I love it. اسمع بقى كده الكلمتين دول برضو قبل ما نحل الجمله دي. بقول لك يا صديقي ان كلمه فور، الكلام ده مهم اللي انا بعمله ده كلام مهم. كلمه فور دي بتيجي في حاجتين اتنين، ممكن تيجي مع ماضي بسيط ممكن تيجي مع مضارع تام. تيجي مع ماضي بسيط لو حدث انتهى، تيجي مع مضارع تام لو حدث لسه مستمر. حلو حلو. يعني مثلا على سبيل المثال I have worked as a teacher for 10 years. تمام كده.
ده معناها ان انا بشتغل مدرس بقالي 10 سنين. من غير ما اكمل لك الجمله، ما دام قلت لك هاف وركد يعني مضارع تام مع كلمه فور، تفهم ان انا لسه شغال مدرس. هو ممكن يكمل لك الجمله بقى يقول لك اي لاف تيتشنج، بحب الايه؟ التدريس. طب جمله ثانيه تقول لي مثلا سهى نوت ان ايجيبت، يعني هي عاشت في مصر فور تو ييرز، لمده سنتين. Before she left to London. يا ترى هنا هنقول lived ولا هنقول has lived؟ هسألك سؤال، هي لسه عايشة في مصر ولا سابت مصر؟ لو قال لك انها سابت مصر وراحت انجلترا، يبقى انت هتستخدم ماضي بسيط عشان يعبر حدث انتهى، حدث انتهى. طب ما تيجي نشوف الجملة اللي قدامنا كده. بيقول لك في الجملة دي انا في لندن لمده 3 سنوات بحبها، يعني كده معنى كده الحدث مستمر، يبقى عاد مضارع تام، يبقى هاف بين. اي هاف نوت بين تو ذا زو بيفور، عمري ما رحت، لم اذهب الى، يبقى نفي، يبقى اي هاف نيفر. لاست نايت ماضي بسيط، يبقى اي لوست ماي كيز. اي ماي كيز كان يو هيلب مي لوك فور ذم، انا فقدت مفاتيحي، هل يمكنك؟ يبقى كان دي مضارع، يعني معنى كده موقف مضارع، يبقى اي هاف لوست. شي هاز ليفت ان لندن شي ووز ا تشايلد، مضارع تام وماضي بسيط نص سنس. طب لو ماضي بسيط وماضي بسيط ناخد وين. She lived in London she was a child، هي عاشت في لندن ماضي بسيط، was ماضي بسيط، يبقى انت عايز في النص مين؟ اكيد عايز وين، يبقى ناخد هنا وين. She not a teacher for 10 years، نسمع كده ونهدي على بعض في الجملة دي. فور، يبقى انا قلت لنفسي والله يا عم كلمة فور دي مع مضارع تام او ماضي بسيط، لو انتهى يبقى ماضي بسيط، لو مستمر يبقى مضارع تام. And she still enjoys it، يبقى ده معناها ان لسه بتستمتع، يبقى مستمر. مستمر يبقى مضارع تام، يبقى has been. طيب when not you arrive، بص arrive مصدر، فانت هتروح زي الشاطر نازل على هاف شايلها، لان هاف وهاف عايزه بعدها الباست بارتيسيبل. طيب الاجابه هنا قال لك at 10 last night، كلمه دال على زمن الماضي بسيط، يبقى سؤال ماضي، يبقى ناخد did. طيب بعد كده they not in Luxor since 2015، لاحظ ان since لازم يكون قبلها مضارع تام، يبقى they have lived. they have lived in Luxor، وبعدين مديك سنه، انت عارف انك لو خدت لي ان يبقى انت عايز ماضي بسيط وهنا مضارع تام، لو خدت لي سنس يبقى انت عايز مضارع تام، يبقى الاجابه سنس. انا مش هعرف اكلم بابايا ومامتي، اصل انا فقدت هاتفي، فقد دي المفروض ماضي، بس كلمه كان بتقول لك ان دي مضارع، فناخد مين اللي هو عباره عن مضارع لكنه بيترجم ماضي المضارع التام اللي هي اي هاف لوست. هاف يو نوت انجلش فود، هاف يو ايفر والباست بارتيسيبل، يبقى هاف يو ايفر ترايد اللي هي دي. I not my pen friend yet. Yet مع مضارع تام منفي، يبقى I have never met. فين I have never؟ مفيش I have never، يبقى I haven't met. ما احنا متفقين haven't met او have never met او have not او I haven't ever met، التلاتة ينفعوا. I haven't finished نفي، مضارع تام، يبقى في اخر الجملة yet. زي not since last year، والله since بيجي قبلها مضارع تام، يبقى haven't met. الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ We some difficulty recently، والله مضارع تام recently دي، يبقى have had. I haven't written a letter since، والله since قبلها مضارع تام، فعايزين بعدها I traveled. طيب شكسبير not 37 players plays، يعني مسرحيات. شكسبير كتب 37 مسرحية. قال لك ما دام الحاجة حتى لو حصلت ولم يحدد زمنها، يعني مالكش مثلا كتب، هكتب دي الناحيه دي كده، اسمع بقى الحته دي كده. لو انت قلت لي شكسبير نوت 37 بلايز ان ذا باست، الجمله دي كده مالهاش غير حل واحد اللي هو روت. ليه؟ لان ان ذا باست ماضي بسيط. طب افرض الجمله بيقول لك شكسبير نوت 37 بلايز وسكت على كده، في الحاله دي هناخد هنا هاز ريتن. طب ليه هاز ريتن؟ اصل هنا في الجمله دي لم يحدد الزمن، رقم 2 ذكر عدد مرات القيام بالشيء، فانت هنا هتختار مين في الجمله اللطيفه اللي قدامي دي؟ هتقول لي شكسبير هاز ريتن، رقم A. طيب حتى بالرغم انه كتب لكن لها لسه ليها اثر. ذا ايميلز اللي هي جمع يعني، باي نور، الايميلات اكيد كتبت، دي كتبه معلوم ودي معلوم، دي هاف بين ريتن، دي مجهول ودي مجهول، بس الايميلات جمع فناخد هاف، يبقى هاف بالريتن يعني كتبت. دونت تيل هيم، لا تخبره، هي هاز نو لا تخبره، هو بالفعل عارفه، يبقى هي هاز اوريدي نون. طب ليه ما ناخدش يت في اخر الجمله المنفيه واخر السؤال؟ طب ليه ما ناخدش سينس؟ ما هو سينس بتيجي في نص الجمله برضه، اصل سينس معناها بعد، معناها منذ، وريسنت دي معناها حالي، بتساوي كلمه كارنت.
الاثنين دول معناهم حالي صفه لازم يكون بعدهم اسم. فلما اقول لك recent conditions الظروف الحاليه، لما اقول لك مثلا recent events الاحداث الحاليه، he was born كذا، والله ماضي بسيط فانا عايز in وبعدين ماضي بسيط يبقى ناخد in. طيب افرض دي has been born مثلا، كنا خدنا sense. my brother not to Paris he came back رجع، يبقى ذهب وعاد يبقى has been. they haven't visited us the last two years. انا عندي دي كده محتاج نقف وقفه صغيره في السبوره، سبوره مات حاجات مهمه جدا 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 اوعى تضيعها. عايزك تعرف كده انك ممكن تقول since the last وتجيب بعدها اسم، ده احتمال. الاحتمال الثاني انك تقول for the last وتجيب بعدها ظرف. الاحتمال الثالث انك تقول لي since last وتجيب بعدها ظرف. يبقى انت عندك كام احتمال؟ ثلاثة. فور دي ملهاش غير احتمال واحد، لكن سينس لها احتمالين. افهم كده واحدة بواحدة. انت ممكن تقول لي I haven't met Mona since the last meeting. خد بالك انت عملت ايه؟ انت استخدمت لي هنا كلمة سينس، تمام؟ انت استخدمت لي كلمة سينس بس جبت لي بعدها the last وبعدين اسم اللي هو meeting، انت عايز اسم. طيب مثال تاني على الحته دي، ممكن تقول مثلا I haven't met، نفس القصه I haven't met منى since month. خد بالك last month يبقى ناخد since. طب افرض قال لك the last month يبقى ناخد for. طيب تعالى نشوف جملتنا بيقول فيها ايه بقى. بيقول لك my brother not، لا دي احنا في كام؟ احنا في 80. they haven't visited us the last وبعدين 2 years، يعني جايب بعد the last ظرف. طب انت قلت لي هنا لما يكون في the last، لما يكون في الجمله زي يا عم، لما يكون في جمله the last وبعدها ظرف ناخد for. يبقى انت هنا في الجمله دي عايز تستخدم for. فين for بقى في الاختيارات؟ ادي for. for. طيب he hasn't studied English، هو لم يدرس اللغه الانجليزيه. بص اهو دي ماضي بسيط وجاست ما ينفعش تيجي في اخر الجمله، بتيجي بعد have بس. يا ترى lately ولا recently؟ عايزك تركز في الكلمتين دول كويس. كلمه recently، كلمه lately، كلمه lately بتيجي في النفي وبتيجي في السؤال وبتيجي في الاثبات. طيب كلمه recently، recently بتيجي في الاثبات بس. طيب انا قدامي جمله دلوقتي hasn't studied يعني منفيه، استخدم مين؟ استخدم كلمه lately. since I graduated، من يوم ما اتخرجت وانا شغال في الشركه، يبقى ناخد مضارع تام اللي هو have worked او have been working اللي هي دي. since بيجي معاها مضارع تام وماضي بسيط. he not the bike for an hour، بقاله ساعه بيصلح في العجله لكنه لم ينتهي بعد، يبقى كده معنى كده انه لسه مستمر. فاحنا عايزين مضارع تام مستمر اللي هي مين؟ اللي هي has been mending. طب ليه ما ناخدش has mended؟ اسمع بقى عشان افهمك دي. لو انت قلت لي I not your message، رسالتك، but I haven't finished، لكن لم انتهي. حلو، يا ترى هتقول لي I have read ولا I have been reading؟ هتاخد مين في دول؟ الجملة دي بيقول لك أنا أقرأ في رسالتك بس لسه ما خلصتهاش، ده معناها إن أنا مستمر. يبقى إحنا ما دام مستمر been reading. في حتة هبل عايز أقول لك عليها. الاختيارات دلوقتي قدامي فيها have read و have been reading، ناخد دي بتشيل الاستمرار لكن دي بتشيل إن الحدث انتهى. يا مستر انت لسه قايل لي مضارع تام بيشيل ان الحدث انتهى، ده امتى بقى؟ افترض ان الاختيارات دي مش موجوده، يا ترى تختار هاف ريد ولا ريد؟ ركز معايا. لو الاختيارات فيها مضارع تام وماضي بسيط فالمضارع التام بيشير للاستمرار والماضي البسيط يشير ان الحدث انتهى. طب لو في مضارع تام ومضارع تام مستمر فالمضارع التام المستمر بيديك الاستمرار والمضارع التام معناها ان انتهى. طب افرض الاختيارات دول مش موجودين، انا قدامي دلوقتي I not your message but I haven't finished، نختار هاف finished، هاف ريد ولا هاف بين ريدنج؟ لا هاف بين ريدنج. طيب دول مش موجودين، طيب دلوقتي قدامي اختار مين؟ هاف ريد ولا هاف ولا ريد لوحديها؟ لا نختار هاف ريد. نفس القصه اللي حصلت معايا في الجمله دي، انا في الجمله دي بقول لك ان انا لم انتهي بعد. حلو، فالمفروض ان انا اختار مضارع تام مستمر اللي هاف بين مندنج. طب افرض مش موجوده، كنا خدنا هاف مندد، طيب او هاز مندد. وي هافنت ترافل باي ترين 2 ييرز اجو، والله بص الجمله دي بيسموها في كتب اللغه يعني اولد انجلش، والجمله دي جت في امتحان ثانويه عامه قبل كده. دايما مع كلمه اجو بنستخدم سنس ما نستخدمش فور، لكن دي لم تعد تستخدم في اللغه، دي بيسموها اولد انجلش. من الاخر لما تلاقي اجو خد له سنس. طيب I lost not my friend، طبعا lost كلمه ده على زمن ماضي بسيط فمش محتاجين نكمل، يبقى so. 86 it's ages since، it's مده زمنيه since مضارع تام، يبقى I have heard.
طيب رقم 87 have you done your homework not this is too fast. ايه ده هو انت خلصت؟ يبقى دي جمله بتعبر عن التعجب. وانت سمعت الفيديو الشرح لما يكون في جمله بتعبر عن التعجب فناخد كلمه already. طب امتى ناخد yet؟ في حاله التذمر. لو انا اقول لك هو انت لسه ما خلصتش يا ابني يبقى ناخد yet. I not I was out shopping I saw three of my friends. انا كنت بتسوق رايت ثلاثه من اصدقائي. اكيد بينما كنت اتسوق يبقى while. By the age of 10 by the age of 10 نورا learned to play the piano. بص قبل ما يوصل عمرها 10 سنين تعلمت انها تلعب البيانو. يعني لا تعلمت الاول وبعدين عمرها وصل 10 يبقى انا عايز حدث اولاني فناخد ماضي تام اللي هو had learned. ثانيا انا قلت لك انك لما تلاقي كلمه باي وبعدها ماضي دي في اول صفحه في الفيديو باي وماضي نستخدم ماضي تام فعشان كده خدنا ماضي تام. No sooner دي كلمه من كلمات النفي فاحنا عايزين بعدها had وبعدين الفاعل وبعدين past participle. طبعا دي مضارع ما تنفعش ودي مقلوبه فاعل الاول ودي مضارع برضو فناخد هاد هي. 91 اتس تو ويكس سينس وي اتس مده زمنيه سينس ماضي بسيط يبقى انت عايز هنا لاست ميت. طبعا دول كلمتين. This is the most interesting book. ده اكتر كتاب شيق انا قراته. يعني انت قرات فالمعنى مثبت يبقى ناخد ايفر. او اي ماي باسبورت جمله مكرره دي قلنا هاف لوست قبل كده. A lot of health problems since. والله سينس وبعدها ماضي بسيط فانا عايز مضارع تام يبقى نور هاز هاد. نور hasn't contacted me since she والله هنا مضارع تام وسينس فانا عايز ماضي بسيط يبقى لفت. I have not been to the zoo before لم اذهب منفي يبقى never. My cousin abroad since his childhood والله since بعدها اسم فلازم هنا بقى قبلها مضارع تام. انا سرعت لان الافكار دي مكرره يبقى my cousin has lived. نور is not here نور مش موجود يبقى هو has gone to the dentist اللي هو طبيب الاسنان. تعرف ان dentist كده هو دكتور دنتست دكتور الاسنان لكن دنتست معناها عياده الاسنان. هي ترافلد ابرود سينس زين. اه هنا بقى عند سينس زين لازم نرجع للسبوره افهم كده الكلمتين اللي اقول لك عليهم دول عشان ده كلام مهم. عايزك تعرف ان لما يكون معاك كلمه سينس فبنجيب بعدها ماضي بسيط وقبلها مضارع تام. طيب لما يكون معاك كلمه سينس زين فبنجيب قبلها ماضي بنجيب قبلها ماضي بسيط وبعدها مضارع تام. افهم كده تاني. لو سنس لوحدها او سنس زن. لو انت معاك سنس بس فاللي قبلها مضارع تام واللي بعدها ماضي بسيط. طب لو سنس زن قبلها ماضي بسيط وبعدها مضارع تام. طب ليه؟ اصل الماضي البسيط معناه الحدث انتهى. فانت بتقول لي مثلا I have worked in Cairo انا شغال في القاهره since I left London من يوم ما غادرت لندن. حدث المغادره ده انتهى وشغلي في القاهره مستمر. طيب ممكن تقول لي I مثلا work I left كايرو انا غادرت القاهره سينس زين ومنذ ذلك الحين I have worked in مثلا لندن. تعال نمسك واحده بواحده. انت بتقول لي I left غادرت فده حدث انتهى ومنذ ذلك الحين و I have worked يعني حدث مستمر وانت عارف ان سينس زين بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها مضارع تاني. تعال بقى لجملتنا كده. انت هنا جايب لي في النص مين؟ جايب لي في النص سينس زين يبقى انت عايز بعدها مضارع تام. فين المضارع التام هنا اهو ومنفي اللي هي دي. طيب بعد كده هي نوت فور تو اورز هي از ستيل سليبنج يبقى معنى كده ان الحدث مستمر يبقى هاز بين سليبنج. طب لو مفيش هاز بين سليبنج كنا خدنا هاز سليب. هي نوت 14 نوفلز 14 روايه يعني ذكر عدد مرات القيام بالشيء فياخد مضارع تام الموضوع خلصان. رقم 102 She not two cups of tea up till now. Two cups of tea يعني ايه كوبايتين ذكر عدد مرات القيام بالشيء يبقى has drunk. بعد كده مستر يوسف set up an طبعا دي على الكلمات وجم هنا غلط. هو انشا association يعني هي منظمة او مؤسسة لرعاية الأطفال. عالي the grandfather was doctor كان دكتور واشتغل for the A of Health طبعا the Ministry of Health اللي هي وزارة الصحة. What is the not in meaning? What is the difference؟ ما الاختلاف في المعنى بين كذا وكذا؟ Many people have not up reading, have grown up reading وفيها ملحوظة هقول لك عليها. معناها ترعرعوا على يعني كبروا على قراءة كتب عبد الوهاب يوسف. Mom visited us, أمي زارتنا. الجملة دي بقى أنا كتبتها على النموذج التجريبي اللي جه السنة اللي فاتت 2021. الجملة دي كانت فيه. حل الجملة دي عايزك تيجي معايا السبورة بس عشان أديك جملتين الأول وبعدين تروح أنت تحل الجملة دي بنفسك. بص معايا لما تقول لي مثلا أهلي تيم won the cup الأهلي فاز بالكاس. They or it not since 2003. يا ترى هنا هنقول hasn't won ولا hadn't won. لو انت ماشي بالحب
هتقول لي والله يا مستر انا قدامي سنس وبعدها مده زمنيه 2003 ديت بدايه الحدث، فالمفروض قبلها يكون مطالع تاني، فتروح خابط لي هازن تومر. هقول لك لا، بص يا سيدي تخيل معايا كده، انا بقول لك انت عارف ان الاهلي فاز امبارح بالكاس، هو اصلا ما كانش فاز من قبل امبارح، دي ما كانش فاز، يعني تحكي لي على الحدث كله في الماضي، وما دام انت كان المفروض تاخد مضارع تام هنا بس خليتها ماضي، فهناخد ماضي تام اللي هي هاد انت وان. مثال كمان، احمد ايت مي، احمد نقطه، هي نوت ميت سينس وي وير توجذر. انت بتقول لي ايه؟ احمد كل لحمه، هو ما كلش لحمه من ساعه ما كنا مع بعض، يعني هو كل لحمه امبارح مثلا، وهو ما كلش لحمه من قبل امبارح من يوم ما كنا مع بعض، فالموضوع كله من امبارح وما قبل، فعشان كده ناخد ميه تام، فهنقول هنا هادنت ايتن. باختصار شديد الجمله ده اهي، لو مش موجوده، لو دي مش موجوده اللي انا هعمل لها التظليل دلوقتي دي، لو دي مش موجوده في الجمله فاحنا هنقول هي هازنت ايتن، هازنت ايتن. طب لو هي موجوده ناخدها هادنت. كذلك الامر هنا، لو انت في الجمله دي مش موجود قدامك، لو مش موجود قدامك اهلي وان ذا كاب، لو دي مش موجوده فكنا هنقول ات هازنت وان. طيب تعال نروح لجملتنا الاصليه كده، هنا في الجمله بيقول لك ايه، مام فيزت اس، امي زارتنا، هي ما زارتناش من ساعه ما مشيت، معنى كده انها زارتنا في الماضي. اقول لك على حاجه ابسطها لك، نفترض ان امي مشيت في 2008، تمام، مشيت 2008، هو بالجمله بقى بيقول لك زارتنا في 2012. حلو، من 2012 ما كانتش زارتنا اصلا من 2008، ف 2012 و2008 كلهم ماضي، فعشان كده ناخد ميه تاني. انا كده حليت 106 جمله، اتمنى ان انت ما تعديش ولا جمله، ما تعديش جمله وانت فاهمها 99.9، لا لو ما كانش 100% يبقى انت غلطان. الجمله اللي مش مفهومه 100% سكرين شوت وابعتها لي في الجروب وانا هرد عليك. اتمنى انك تلتزم بالجدول، الناس اللي بتقول في حاجات ما بتنزلش، لا كل حاجه بتنزل وفقا للجدول اللي انا عملته لكم، يا ريت الناس كلها تتابع في الجدول. اتمنى ان ربنا يصلح لكم الامور، واتمنى ان تكونوا بخير. في حاجه بفكر فيها، ان انا ممكن انشر الفيديو ده على قناه اليوتيوب، لان في ناس دفعوا لي فلوس، حولوا فلوس وما تابعونيش، فلو حضرتك من الناس اللي بتسمعوني دلوقتي على اليوتيوب وحولت لي فلوس على المحفظه وما تابعتنيش في المنصه او في المحتوى الخاص، لو سمحت بعت علشان اضيفك في الجروب، عشان كده حرام عليك. اتمنى ان الحاجات دي كده تكون مفيده بالنسبه لكم، واسال الله التوفيق. كل قاعده زي ما احنا ماشيين كده هنعمل نفس العمل ده، القاعده اللي فاتت برضو حالين عليها 100 وشويه، القاعده دي 107، في كل قاعده هنمشي عليها كده زي ما احنا ماشيين. عايز اقول لك ان احنا كده خلصنا الرايتنج، يا ريت تبص عليه، خلصنا الترقيم يا ريت تبص عليه، وخلصنا اجزاء الكلام، الثلاث عناصر دول خلصناهم ونزلنا عليهم كميه اسئله وحليناها، فيا ريت لو انت ما سمعتش فيديوهات الشرح وفيديوهات الحل تتابعها. وان شاء الله رب العالمين الناس اللي بتسال على المنهج، هنبدا امتى في المنهج؟ بمجرد نزول المنهج، الكتاب لسه ما نزلش يا شباب. ساعه ما كتاب المنهج ينزل هنبدا نحل. احنا هنفضل نعمل كده زي ما احنا ماشيين، لما تحل لك على كل قاعده 100 جمله، يا نهار ابيض ده انت كده هتبقى برنس الدنيا كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.